زهرة الحياة على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. رجل الحياة فام إذا القيرون الصحة، أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في الاستماع على البوند فام 93 في الاستماع للميشن سانتي 5.0 من توا حتى نص النهار في مختلف الفقرات الصحية اللي تنجم تهمكم، من أخبار، من معلومات، من دراسات تهم الصحة نتاعكم. وديما نقولكم كي نحكيو على الصحة نحكيو بمفهومها الشامل، وبالتالي في الطب يجب علينا أن نعرف أسباب المرض والصحة، مقولة ابن سينا. وتتسويت نمشي معكم للسومير. في السومير لليوم كالعادة باش نحكي معكم في مختلف الأخبار. تسجيل نحو 94,000 إصابة يوميا. خبراء أمريكيون يحذرون من تفاقم وضع كورونا. سينو مكملين معكم افتتاح الدورة 19 لأيام الصيدلة التونسية. المغرب تسجل أول إصابة بجدر القردة بعد دولة الإمارات العربية المتحدة. كيف دولة أخرى عربية، المغرب تسجل أول إصابة بجدر القردة. سينو في زوم سانتي اليوم باش نحكي لكم على وضعيه المؤسسه الاستشفائيه بالقيروان. باش يكون ضيفنا بالقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحه بالقيروان. تليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289. اذا كنت تحبوا تعطيوا رايكم في الوضعيه المؤسسات الاستشفائيه في ولايه القيروان، مستشفى الجامعي ابن الجزار والا مستشفى الاغالبه والا زاد كيف مختلف المستوصفات اللي موجوده في ولايه القيروان وإلا معتمديات ولاية القيروان. مرحبا بكم الناس الكل وبتدخلاتكم. احنا موصلين معكم المشوار كيف العادة حتى نص نهار في مختلف الفقرات. شوية خلنا نرجع معكم بكواد نوف وآخر الأخبار على الساحة العالمية. مرحبا بأحمد المخلوفي في الأخراج تقني الحصة، سينو أحمد الشفار اللي مأمن لكم كوتي ديجيتال، أنس الهمامي في تنسيق مكالمتكم الهاتفية، زميلة بلال الدريدي في الأعداد للحصة لليوم. خليكم برانشي على 93 مريم سوري كوتي ميكرو. تقولكم ما تبدلوش الموجة، مازال عنا ما نحكي وعلى الصحة متاعكم. خليكم برانشي على 93. سهران علي سونتي 5.0. كيف العادة في التوقيت هذا نحاول نرجع بكم على أهم الأخبار اللي تم تداولها في آخر 24 ساعة في كواد نوف. كواد نوف سونتي، شنو اللي فما جديد في عالم الصحة؟ نبدأ لكم بافتتاح الدورة 19 لأيام الصيدلية التونسية، وين افتتحت أمس الخميس بضحية جمرت الدورة 19 لأيام الصيدلية التونسية بمشاركة نحو 380 مشارك بحسب مختار بالعايبة أمين مال الجمعية التونسية للعلوم والصيدلة اللي كانت تنظم التظاهرة هذه مرة كل عامين. قال بالعايبة وأنه عدد المشاركين ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالدورة 18، مشير إلى أن مشاركة عديد شركات صنع الأدوية في تونس إضافة إلى الصيادلة والخبراء والأساتذة الجامعيين. زاد تعقد خلال الدورة 19 هذه 10 لأيام 19 لأيام الصيدلية التونسية اللي تتواصل على مدى يومين، أمس الخميس واليوم الجمعة، الأيام الأولى الجمعية التونسية للصيدلية السريرية. قال بالعايبة أنه باش يقع التطرق إلى عديد المواضيع العلمية على غرار صناعة الأدوية البيولوجية الجنيسة، علم المناعة في معالجة الأمراض السرطانية والرقمنة في مجال توزيع الأدوية. كان أكد أنه دعوة عديد الباحثين الدوليين والأساتذة الجامعيين والخبراء في مجال صناعة الأدوية إلى تأثيث الندوات والورشات العلمية اللي باش تنتظم على مدى يومين. باش يقع اليوم إن شاء الله توزيع جائزة قيمتها 5000 دينار لأحسن منشور علمي من قبل مخابر سيف، فضلا عن توزيع جائزة ابن الجزار من قبل الجمعية التونسية للعلوم والصيدلة. من تونس نمشي بكم لأخبار العالم. تسجيل نحو 94,000 إصابة يوميا. في الإطار هذا خبراء أمريكيون يحذروا من تفاقم وضع
كورونا. وين نبه مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قائلين أن البلاد تشهد حاليا رابع أعلى زيادة في الحالات وسط تحذيرات من اعتبار كورونا مرض تافه وجزء من الماضي. بحسب صحيفة غارديان البريطانية، فإن الولايات المتحدة تسجل تقريبا نحو 94 ألف إصابة جديدة كل يوم، فيما ارتفعت نسبة المصابين اللي يدخلوا للمستشفى منذ أفريل الفارط. حذرت أستاذة الطب في جامعة هارفورد لارا جرامس من مغبة عدم الإكثار بتزايد حالات كورونا وإلا حتى إصابة بعض الأشخاص لعدة مرات في السنة، وصف هذا النهج باللعب بالنار. وإحنا نعرفوا في الإطار ذي حتى كيفاش كانت تعاملات الولايات المتحدة الأمريكية مع جائحة كورونا اللي كانت ما عملتش الحجر الصحي الشامل على غرار بقية الدول، كانت حافظت على الإجراءات متاحة اليومية، وهذا ممكن اللي يفسر تفاقم ظاهرة كورونا حتى بعد ما قلنا العالم ارتاح شوية من فيروس كورونا. فما الفيروس مازال محافظ على البروتوكول الصحي، مازالت متواصلة، لكن تسجيل نحو 94 ألف إصابة يوميا يسمى وصنفه الخبراء الأمريكيون ما يصنف باللعب بالنار في الإطار ذي، وتعتبر عدد كبير برشا بالنسبة ل 94 ألف يوميا. من كورونا ديما كالعادة مازال محور الاهتمامات هو جدري القردة ومن الأخبار المتداولة على الصعيد العالمي وحتى على المستوى التونسي اللي ديما نقعدوا متخوفين، وعلى غير الإمارات العربية المتحدة اللي هي أول دولة كانوا شهدوا فيها إصابة 3 أشخاص بجدري القردة، كيف المغرب تحل بركب الإصابات بجدري القردة وتسجل أول إصابة بهذا المرض وقت اللي أعلن التلفزيون الرسمي المغربي نقلا عن وزارة الصحة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود. كان أفاد المصدر أن الحالة المسجلة لمسافر قادم من دولة أوروبية وكانت رصدت في إطار البروتوكول الموضوع في المملكة منذ الإعلان عن الإنذار الصحي العالمي بخصوص انتشار جدري القرود. كانت المغرب عزت إجراءات المراقبة الصحية في مختلف النقاط الحدودية سواء كانت برية بحرية وإلا جوية بعد ما سجلت جارته الشمالية إسبانيا ودول أوروبية أخرى إصابات مؤكدة بجدري القرود. مصدر المقال ذي هو سكاي نيوز. سنقول لكم بيان سور سيسر ويحكم الناس الكل، حابين نعملوا بكم دور على مختلف الأخبار من البلاد التونسية إلى مختلف ربوع العالم، وكانت هذه كودنف. كودنف سانتي. سينو احنا مازلنا مكملين معاكم حتى النص نهار. في ساعتنا الثانية باش يكون موضوعنا في زوم سانتي وضعية المؤسسات الاستشفائية بالقيروان مع ضيف بالقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان. عنا ما نحكيو برشا فيما يخص وضعية المؤسسات الاستشفائية من مستشفيات من مستوصفات ومن مساحات. هذا هو محور موضوعنا. تليفوناتكم على 70-035-120 وإلى 77-288-289 ونعرف شارع القيرواني عنده برشا ما يحكي في الإدارة. هذا مرحبا بكم من الناس كلهم. ساحب قلوب نجوى كرامة وصلنا معكم لـ 53 دقيقة بعد العشرة، موصلين معكم في سنتي 5.0. سنتي 5.0 في المجال الطبي وكل ما يخص المجال العالمي ديما تكثر الدراسات وتسويت في شيفر سنتي. شيفر سنتي في شيفر سانتي نحكي لكم على الانجازات الطبيه والدراسات الحديثه اللي ديما نحاولوا نحكي لكم عليها الناس الكل وكيكا في اطار التثقيف نتاعكم في اطار العالم بكل ومختلف الدراسات. اليوم باش نحكي لكم على الاولى من نوعها، زرع اذن مطبوعه اما هي اذن حقيقيه. في انجاز طبي من شانه مساعده الاشخاص اللي نجموا يعانيوا من عيب خلقي نادر، كان اجرى فريق طبي امريكي عمليه زرع هي الاولى من نوعها لاذن بشريه، كانت انشئت من خلال خلايا المريض المعالج باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. كانت أجريت العملية في إطار تجربة سريرية لتقييم مدى توافر السلامة في اللجوء إلى الغرسة هيفي ودرجة الفعالية متاحة للأشخاص اللي نجموا يعانيوا من صغر الأذن واللي ما تنمش أذنهم الخارجية وما كانتش نميت الأذن الخارجية متاحهم بالشكل الصحيح. تحمل الغرسة اسم أورينوفو وابتكرت شركة 3D بايو ثيرابوتكس فيما نفذ العملية أرتورو بونيا هو مؤسس
مؤسس معهد متخصص في علاج التشوه في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية. كان نقل بيان للشركة عن الجراح قوله: كطبيب عالج آلاف الأطفال اللي نجموا يعانيوا من صغر الأذن في أنحاء البلد وحول العالم، اللي هو متحمس للتقنية هذه، الشيء اللي مكنوا أنه باش يعتني بالمرضى والعائلات متاحهم. وفق ما نقلت فرانس بريس، يتم تنفيذ العملية عن طريق تكوين انطباع ثلاثي الأبعاد لأذن المريض الأخرى النامية بالكامل، ثم جمع خلايا غضاريف الأذن متاعهم ويتم استزراع الغضاريف للحصول على كمية كافية منها. من بعدها يتم خلط الهيدروجيل والكولاجين اللي باش يستخدم لتباعة الزرع. تحاط الغرسة بقشرة مطبوعة قابلة للتحلل لدعمها وكيكا يمتصها جسم المريض مع مرور الوقت. الغرسة ذي محاطة بقشرة مطبوعة قابلة للتحمل. يفترض بالأذن المزروعة أنها توفر على الأقل بمرور الوقت الشكل متاع الأذن الطبيعية والملمس متاعها والمرونة. نعطيكم بعض الأرقام. من يبلغ إجمالي عدد المرضى اللي توقع أنه تشملهم التجربة السريرية 11 شخص في ولايتي كاليفورنيا وتكساس. وكان أمل الدكتور بونيا في أنه تحل الغرسة يوما ما محل العلاجات الحالية اللي تقوم على إنشاء طرف اصطناعي عبر إزالة الغضروف من الضلع، وإلا ما تسمى البولي إيثيلين المسامي. فما استخدامات مختلفة الحقيقة وفق شركة هذية، فأنه صغار الأذن يطال سنويا نحو 1500 طفل في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها. كي نعطيكم الأرقام هذو متنجم مثل الأشخاص هذو ما يعيشوا بشكل طبيعي إذا كان ما كانتش عندهم مشاكل صحية أخرى، غير أن بعضهم ينجم يتأثر سلبيا خاصة على المستوى النفسي متاعهم فيما يخص التشوه. هذه دراسة كانوا قاموا بها وكانوا عملوا العملية السريرية هذه وزرع أذن مطبوعة، أما ما هيش حقيقية، لكن بعد مع مرور الوقت نجم تتأقلم مع الجسم متاع الإنسان وتولي حقيقية. وأكيد دراسات مثل هذه الدراسات هذوما تعاون حتى الأشخاص هذوما على تجاوز الأزمات متاعهم النفسية. وكانت هذه شيفر سانتي. شيفر سانتي مواصلين معكم المشوار حتى نص نهار في ساعتنا الثانية. وضعية المؤسسة الاستشفائية بالقيروان مع بالقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان. مش نحكيكم أكثر تفاصيل تدخلاتكم أنتم سادة مستمعين على 70-035-120 وإلا 77-288-289، ونأخذ رأيكم في الموضوع، رأيكم في الوضعية متاع المؤسسات الاستشفائية بولاية القيروان. لازم مواصلين معكم المشوار حبيبي ياسي رغبة على ما توصلنا معكم 13 دقيقة بعد لحتاش في سنتي 5.0. سنتي 5.0 نحكي لكم جيما على مختلف الملتقيات والندوات والمؤتمرات، كان مش على المستوى الحالي وإلا على المستوى العالمي. تتسويت في أجندة سنتي. أجندة سنتي. أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك أنها تلقت طلبات من عدة دول للمساعدة في مكافحة انتشار عدوى جدري القردة. جاء في بيان صدر عن الخدمة الصحفية للهيئة: تلقت الهيئة طلبات عدة من دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودول أوروبية ومن منظمة الصحة العالمية للمساعدة في مكافحة انتشار جدري القردة. زاد قدمت تلك الأطراف طلبات للحصول على أنظمة الاختبار الروسية الخاصة بالمرض هذا. أضاف البيان: في حال تطلب الأمر فإنه باش يتم تزويد الشركاء الدوليين بالمساعدة المناسبة. أشار البيان إلى أنه كانت استعرضت خلال مؤتمر دولي نظمته منظمة الصحة العالمية الابتكارات العلمية اللي كانت توسطت لها روسيا في مجال مكافحة الفيروس المسبب للعدوى، وكانت أثارت الابتكارات هذه اهتمام كبير. وأكدت المناقشات على الدور المهم والمساهمة الكبيرة اللي كانت قدمها العلوم الروسية في مجال مكافحة التهديدات الناجمة عن الأوبئة. المصدر متاع المقالة هذه نوفوستي، وهنية احنا نذكر زيادة في الإطار هذه كانت هدت روسيا وقالت اللي الفيروس هذه هو من صنع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي همت أصبحت متبدلة. لكن في المؤتمر الدولي اللي كانت نظمته منظمة الصحة العالمية كانوا شيدوا بالابتكارات العلمية اللي توصلت لها روسيا في مجال مكافحة الفيروس المسبب للعدوى، وما زال
مازلنا في الإطار هذا قاعدين نبحثوا على شنو ينجم يخليك تتفادى الفيروس هذا. التلقيح مازلت ما أقرتش به منظمة الصحة العالمية، قالت لك ماهوش لازم التلقيح نظرا لأنه الأعراض في ساعة توفى، ماهوش ما يعتبرش مرض خطير، أعراض تظهر وبعد في ساعة توفى. دونك مازلوا في الإطار هذا وما تعتبر جائحة كما اعتبرت جائحة كورونا. كانت هذه أجندة سنتية. أجندة سنتية في زوم سنتين نحاولوا ناخذوا ارائكم الناس الكل في وضعيه المؤسسه الاستشفائيه بالقيروان. ناخذوا معنا بالقسم الخلفي وكتاب عام الفرع الجامعي للصحه بالقيروان يحكي لكم على موضوع السبيطارات والنقائص اللي فيه كل سواء على مستوى الاطارات والا مستوى المعدات. وانتم كيف سده مستمعين تنجموا تدخلوا معنا على 70035120 تحكيوا لنا على مختلف الاراء نتاعكم فيما يخص وضعيه المؤسسات الاستشفائيه بولايه القيروان. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا شي معكم من توا حتى نص نهار. مرحبا بالناس اللي دخلت بينا في الاستماع، مشكورين على تعديل الموجة على 93 في سونتي 5.0. سونتي 5.0 مشاغل المواطن التونسي الصحة متاعو توت سويت في زوم سونتي. زوم سونتي، الصحة حق لكل إنسان، تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية. تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند ولذوي الدخل المحدود، وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبقا لما ينظمه القانون حسب الفصل 38 من الدستور التونسي. الشغل شغل للمواطنين وضعية المستشفيات الاستشفائية المؤسسة الاستشفائية بالقيروان شنو، هل أنه تعاني من نقائص وإلا ليش، شنو صحيح من الغلط. مختلف المواطنين يتشكيوا، هذا اللي باش نحكي فيه بأكثر تفاصيل. نقص على مستوى الإطارات، نقص على مستوى المعدات ومختلف الأشياء الأخرى اللي تهم صحة المواطن التونسي، وخاصة اليوم حديثنا على المواطن القيرواني. حاضر معنا بالقسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان، مرحبا بك على موجات راجل حياة فان. مرحبا بيك ومرحبا مستمعي حياة فهم. مشكور جدا سي بلقاسم على تلبيه الدعوه. نتصور سي بلقاسم موضوع مهم جدا نحاولوا نتناولوه على الاقل اليوم، وهو الشغل الشاغل نتاع كافه مواطنين ولايه القيروان خاصه ومختلف المعتمديات نتاعها. الصعوبات الكبيره اللي قاعدين يعانيوا منها، احنا في كل مره نثمنوا مجهودات الاطار الطبي والشبه الطبي، لكن ديما نلقاو المواطن القيرواني يتشكى من النقائص اللي تعاني منها المؤسسات الاستشفائية في ولاية القيروان، ويقارنوها كمان حتى بمختلف الولايات الأخرى. بارك الله فيك أختي. أنا كنت نسمع في المقدمة متاعك الفصل عدد 38 حق معناتها المواطن في العلاج، لكن مع الأسف في القروين كان الشعار بقى معناتها، أما يعني على عين الواقع ما فماش هل معناتها حق العلاج بالنسبه لجهه القيروان ما محرومه منه. يعني بتدبير ما نعرفش مقصوده استهداف الجهه، ونحسوا بالحق احنا استهداف الجهه. ناهيك وانه في 17 مارس كنا مبرمجين اضراب جهوي على تعطل المشاريع اللي هي برمجت معناتها من مده، ثم اللي تجاوزت معناتها تو الوقت نتاع تكون معناتها جاهزه 5 سنوات. لكن احنا مع الاسف الى حد الان ما زالت تمشي تدخل للمرفق العمومي، تمشي لابن جزار، تمشي للغالبه، تمشي للغالبه قسم العظام معناها قايل للسقوط. مرضى موجودين معناتها وناس تخدم الله اعلم، ان شاء الله ربي يسترنا ما يتيحش علينا. الصور نتاع المستشفى كما تعرفوا سبيطار معناتها السيد للناس الكل كاينه في الرحبه. القسم الانعاش الطبي والقلب من المفروض انه يكون معناتها جاهز من 2018. قسم العطشه كيف هذا كل ما يصير الا كان في القيروان، في جهات اخرى ما يصيرش. اي احنا كنا عملنا جلسه عمل يوم 16 مارس على اساس انه معناتها اتفقنا وعملنا محضر اتفاق واتفقنا انه باش يصير معناتها فما مشاريع ستبرمج وتهبط على التنفس
يعني الاستشارة خاصة في قاعة سحب عينات الدم والمسعد، وكان معناته اتفقنا أنه المفروض أنه يوم 30 ماي توفى الاستشارة. احنا ما زلنا ننتظر إلى حد الآن. عندنا الصور اللي مفروض أنه معناته يكون جاهز، إلى حد الآن معناته ما لم يقع إنجاز. احنا طالبنا السيد المدير الجهوي اللي هو يمثل وزارة الصحة فتح تحقيق في الناس اللي عطلت المشاريع هذه، لأنه تعطلت هذه فعل فعل. أنا هكا تو نتحمل مسؤوليتي أنه المشاريع هذه تعطلت لأن كانت مرصودة، أموالها مرصودة وكل شيء معناتها فهم جاهز، لكن فما ناس تعطل. خويا احنا طلبنا من السيد المدير الجهوي في آخر جلسة مع الفرع الجامعي، حملناه المسؤولية بما أنه عوض وزير الصحة فتح تحقيق في أشكون يعطل المشاريع هذه. يا اخويا علاش ما تحاسبش العباد؟ اللي عاطل المشاريع يتحس. راكي تمشي لسبيطار قروان وتدخل للعيادات الخارجية وتشوف الناس معناتها الاكتظاظ باش الناس يسجلوا على معناتها سحب عينات الدم. تشوف الناس امرأة عمرها 90 سنة تطلع في الدروج وتبدا تدعي. وانا اتوقع انه راهو الدعم نتاعها نافذ ويتحملوا مسؤوليتهم الناس اللي تشوف الوضع ذاك وساكتة. احنا على الاقل كاتحاد عام تونسي للشغل احنا من ساكتين، واحنا وقت اللي قررنا اضراب نهار 17 مارس دفاعا على اهالينا لان ما نحبوش نكونوا شاهد زور. لكن مع الاسف فما ناس تعطل. الناس هذه تبدا تتحمل مسؤوليتها اليوم. من المفروض انه المشاريع هذه لازم ترى النور. راهو فما قسم الانعاش الطبي والقلب مده الانجاز 480 يوم وتكون جاهزة في 2018. احنا اليوم رانا في 2022 لحد هذه اللحظة ما زين نصمش. هذا يصير في جهة اخرى؟ يستحيل يصير في جهة اخرى، لانه قلنا في القيام علاش، لانه هكا نقطة استفهام كبيرة. فما ناس تعطل المشاريع في القروان. أكيد ديما أنتم معناها في الواجهة. احنا تحدثنا فيه حتى في أوقات سابقة وقت اللي ثمنا مجهوداتكم سي بلقاسم الخلفي وكاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان كأهل الاختصاص كأطباء كمساعدي صحة وكل دونك، لكن ديما تلقاو رواحكم أنتم في المواجهة مع المواطن. المواطن ينسى هذا كل احنا ضحية لسياسات غلط. أنت وقت اللي يجي فك الاكتظاظ ومعناتها والناس معناتها تعطيها ولات التحاليل ولات بالموعد. وقت اللي تعطيه موعد بعيد اول ما معناتها المواطن اول ما شكون اول واحد في الواجهه هو عون الصحه يفش فيه غيظه ويسب ويضرب، وهذا كل معناتها انا لا ابرر معناتها العنف اكيد، اما هذا خاطر احنا تحطينا في الواجهه. من المفروض ان الدوله هي تحمل مسؤوليتها، واحنا نحسوا اللي بالحق القطاع هذا مستهدف وخاصة في القيروان. احنا الضحايا ناس تعاني معاناة كبيرة، لا عندها ناس كليماتيزيرات تفاز زحمة، ناس عندها فهمني ظروف عمل سيئة للغاية. تطلع تمشي تو تشوف وين قاعد صاحب عينات الدم اللي هي معناتها ما هيش مهيئة ودروج، يعني ظروف سيئة للغاية. الناس وقت البعد معناتها بعد نعملوا لهم معناتها ايواء مستشفى في اقسام الطب العام ولا الصدريه رغم نحملوهم باش نطلعوهم، وبعد معناتها ما يشد فرشه يجي الطبيب يعدي يلزمه يسكانير يلزمه ما نعرف شنو يعاود يهبط مره اخرى. معناتها عباره على ناس معناتها كان معناتها محكوم علينا بالاشغال الشيق، وفعلا هي اشغال شيق، لكن سيشهد التاريخ انه الناس هذه تتحمل مسؤوليتها. الناس اللي عطلت المسعد وسحب عينات الدم احنا مانيش مسلمين فيهم، وانا ابتداء من يوم الاثنين سنراسل الوزاره والناس الكل ويتحملوا مسؤوليتهم. والسيد المدير الجهوي كنا عملنا معاه جلسه وطالبناه وعندي محضر اتفاق فتح تحقيق في الناس اللي تعطل. يا اخي الناس تعطل لازم تحمل مسؤوليتها، مش معقول الناس تعطل مشاريع في جهات اخرى ما تعطلش، ناس اخرى تسعى باش تزرب رواحها باش تعاون.
صور إلى حد الآن معناتها صور راه صور دنيا تكلفته 130 ألف دينار واللي هي كلفة كبيرة برش. ما يبقى فهمني الخو السبيطار سائد اللي معناتها اللي يحب سرقونا النحاس سرقونا الكراسي سرقوا السيارات فهمني الأعوان معنا عبارة احنا في نخدموا في الشارع ما عندناش حرمة. هذا شكون يتحمل المسؤولية هذا؟ احنا بالنسبة لنا احنا كنقابة طالبنا عديد المرات وكنا مبرمجين إضراب لكن راهو احنا وقت مش نرجعوا ومبرمجوا إضرابات متاعنا واحتجاجات متاعنا رانا احنا ما ناش دعاة إضرابات هذه هما وصلونا للشيء هذا يتحملوا مسؤوليات. في تعليقكم سي بلقيسم هو للإضراب اللي كان نهار 17 مارس للإضراب الجهوي فيما يخص مسألة تعطيل المشاريع تسوية النهائية للمشاكل في القطاع خاصة على مستوى ولاية القاهرة. كما قلت المشاريع الصحية بكامل الولاية نحكي زيد على نقص الأدوية. بعد الجلسة هذيك شنو المقررات نتاعكم سي بلقيسم خاصة إلى حدود هذه اللحظة مازلنا احنا في كل مرة راهو هذه سنة احنا في سنة 2022 في كل مرة قاعدين نشهد في نفس الحالة تعليق الإضراب في انتظار تسوية الوضعية ما فهميش تسوية وضعية وديما قاعدين ندوروا في نفس الحلقة المفرغة. كلامك منطقي ومعقول برشا. احنا بعد الجلسة متاع 16 مارس كنا عملنا محضر اتفاق على اساس انه مستشفى بوحجلة وعين جلولة معناتها باش نقبلوهم في اخر معناتها المفروض انه في اخر ما يكونوا جاهزين نقبلوا على الاقل مستشفى بوحجلة نقبلوا الشيء اللي معناتها نجموا نستعملوه معناتها نستغلوه كما قسم الطب العام وقسم الاطفال. بالنسبه للجلوله مازال كان الصور. بالنسبه للمستشفى ابن الجزار فيما يخص معناتها النعاش الطبي والقلب اتفقنا انه يوم 31 اوت يكون معناتها القسم الاول جاهز. بالنسبه لقسم الاطفال كيف كيف احنا تعهدنا مع الناس كل انه نحترموا هالاجيال هذه لكن الى حد الان نشوف انا ما هيش محترمه هكا علاش باش يلزونا باش نرجعوا ان معناتها للاحتجاجات وهذا معناتها احتجاجات على خاطر اهالينا مش ما هيش مطلبيه خاصه لينا احنا وقت اللي نتفقوا انه باش صحيه عينات الدم راهي هذه فلوسها مرصوده من الولايه راهي فما معناتها مشاريع وقت نتفقوا مع الولايه على اساس انه المشروع هذا نعمله دراسه ما تفوتش 200 الف دينار 200 مليون مع الاسف اني فما ناس تعمد باش تغلط باش تعمل بالهاني يعمل لك دراسه اكثر من 200 الف دينار باش نزيدوا احنا نتعطلوا ما نعرفش ليه الغايه نتاع التعطيل هذا. احنا تو باش نرجعوا لاحتجاجاتنا وناس كل تتحمل مسؤولياتها وتو معناتها ما عندناش ساكتين على حق جهتنا في معناتها مرفق عمومي على الاقل في تكون ابسط معناتها نقدموا ابسط الخدمات. دونك معناتها احنا رانا معناتها اتفقنا في محضر اتفاق المحضر اتفاق هذا لم معناتها يحترم تتحمل الناس مسؤولياتها للاتحاد الجهوي على علم بالمشاكل هذه واحنا راهو معناتها قريبا باش نكون معناتها باش نرجعوا للاحتجاجات مش نرجعوا معناتها للنظام وتحمل الناس كل مسؤوليات. لا احكينا على التجهيز احكينا على التجهيزات سي بلقيسم سامحني بالله انا قسم العظام انا نحبكم تعملوا زياره اي اكيد شوفوا اكثر ظروف الناس تخدم بها شوفوا معناتها راهو تخدم والحيوط معناتها اي للسقوط محلول على زوز راهو خطر على المريض وخطر على الناس اللي تخدم غادي يا اخي الناس هذه معناتها واعيه بالشيء هذا ولا معناتها نستناو حتى يموت واحد نستناو احنا الكيفه باش تصير باش وقتها نتحركوا شوي يا مسؤولين راكم تلعبوا بالنار يا مسؤولين عودة راكم تلعبوا بالنار وراكم باش تحملوا مسؤوليتكم فيما يخص تحدثنا على نقص التجهيزات نقص مازلنا نحكيو على نقص الموارد البشريه سي بلقيسم نقص الادويه بالله يعني شخصيا انت جبت الادويه ايه بالنسبه للادويه احنا راهو في الاجتماع نتاع 16 مارس كان حاضر معنا مستشار السيد الوزير وكان معناتها مديرين في الوزاره وشخصنا معناتها كل معناتها المشاكل الكل راهو بالنسبه لمستشفى ابن الجزار راو يستهلك نعم راو مليارات المليارات تفوق 20 مليار
لو أنه للكناب وفرت تعطي نسبة لما يعني من المعرفة ما متخلد من الديون لديه تجاه المستشفى. كل الناس منوفر الأدوية، لكن مع الأسف رأي ما فماش إرادة باش الناس تضغط على الكنام باش يخلص المستشفيات هذه. رأى القروان رأي كبيرة متساكنين برش، وعندنا معتمدات أخرى تصب فيه، عندنا من هبيرة من أولاد حفوز، عندنا من مكتب وراوت نسبة التغطية الاجتماعية متاعنا رأي ضعيفة برش، رأي أكثرهم عندهم الكرنيات البيض، ناس فقراء ما عندهمش تغطية اجتماعية. مع الأسف سلطة الإشراف ما هيش حسبتنا، تحسب فينا كي نحن برجوازية، وإحنا تعرف اللي أفكر معتمدية في الولاية هي معتمدية الإعلام وكولاية كاملة. هاك تشوف إحنا خويني المعامل اللي عندنا، نسبة البطالة إحنا الأولى، الانتحار إحنا الأولى. يعني من المفروض أن يجيه كما جاء القروان، من المفروض أنهم يدعموها يعاونوها، مش يخليوا فمني الناس فمني في حالة يرسلها. ملغزمو هذه الوضعية هي في ولاية القيروان، وفما بالك معناها نختموها سي بلقاسم بنقص الإطار الطبي وشبه الطبي، أقسام بدون رؤساء أقسام، نلقى أطباء نقصين اللي يخرج في كونجي، حتى معناها أقسام الإنعاش الطبي قعدوا حتى نقصين هنية، وهنية كيفاش التعامل في الإطار ذي من ناحية اللي هي نقص صحيح على مستوى الوطني فيما يخص الموارد البشرية، لكن خلينا نحكي وإحنا هنية في ولاية القيروان عنا نقص كبير على مستوى الإطار الطبي والشبه الطبي. عنا نقص كبير، واللي زاد علينا هو معناتها الإحداثات الجديدة، أنه البرامج هذه وقت نحلوا وإحنا رياض ميديكال جديدة ونحلوا معناتها أقسام جديدة، من المفروض أن تكون معناتها تبرمج مع الموارد البشرية متاعها. إحنا نعمل سياسة الترقية، هو هذا نقص من القسم هذا واحد، ونقص من القسم هذا واحد، ونقص من القسم هذا واحد، وزيد الناس اللي خارج في التقاعد ما تعوضش. اش بقى عنده؟ بقى معناتها خدمة خمسة من الناس يخدم فيهم واحد. اي. وعندنا الحكاية تشكيل الهش. كونترا زادت علينا الكوفيد ودخلنا الناس اللي يخدموا في الوموا. وهاو فهمني فما ناس فهمني جددوا لهم وناس ما جددوا لهمش. وزيد الناس اللي خارج أو الفني لأنه كما تعرف معناتها ظروف العمل سيئة للغاية، والناس الكل ولات هاربة كلها. والوزارة ما هيش تعود، هذا كله انعكس سلبي على الناس اللي تخدم، ناس تخدم في ظروف سيئة للغاية، ما يخدموش كونجيات، ما تعوش بالكونجيات إلا معناتها بالقليل القليل، مع الظروف مع الضغط مع الكثرة، يعني بصراحة نخدموا في جحيم، نخدموا في جحيم بهذا معنى الكلمة. هك علاش فهمني الناس تخدم على أعصابها. راهو هذيك وخر سمعني ربي مفيرة بالنسبة لنا احنا كهوما عيلة صبرونا فدينا قلقنا ونزيد نعطيك حاجة، وهذه موجهة لأعلى سلطة في الدولة. في ماي وقت اللي صار التكريم للناس اللي تخدم الصحة وقعت تثناها، وقت اللي الناس معنا تفك الناس اللي شدت ديارها وناس اللي تتمتع تخدمها أربعة نهار، احنا ممنوعين من الإجازات، ممنوعين من كل شيء، ونزيد معنا يسموا فينا معنا الجيش الأبيض، لكن وقت اللي يصير التكريم تم إقصاءكم يقع إقصاء الصحة. والله العظيم فضيحة فضيحة بالحق. هيك علاش خلينا بالحق، رانا نخدموا على حسابنا، لأنه فهمني سيصير انفجار. الانفجار هذا يتحملوا مسؤوليته الناس اللي معناتها ترى وتشوف في العوج وتشوف المشاكل وعامل روحها مشي لهنا، ناس معناتها تقاسي. احنا سوف لانه كل شيء تزور، احنا ما ناس ساكتين على حقوقنا، ويتحملوا ناس مسؤوليتهم، ولو معناتها ما نجحنا متسببين في المشاكل هذه. فوالا جوستومون ماكمش انتوما المتسابين، لكن سي بون فاضل كأس احنا مازال عندنا ما نحكي. مشكور جدا بلقاسم الخلفاوي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة بالقيروان، مطالب تعتبر مشروعة، وإذا كان الفصل نص اللي على الصحة هي حق دستوري في الفصل 38، لكن مالوغوزمون مانيش قاعدين نلقاو فيه هنايا الوضع كارثي فيما يخص المجال الصحي على مستوى ولاية القيروان بأتم معنى الكلمة، إذا كان نجمو نوصفوه بال
الحاله هذه. انتم تليفوناتكم زاد الساده مستمعين على 70035120 اذا كنت حابوا تدخلوا في الموضوع هذا وضعيه المستشفيات الاستشفائيه بالقيروان، شنو هو الوضعيه اسبيتار النقاص اللي فيه على مستوى الاطارات المعدات، انت كمواطن وتمشي للمستشفى شنو هي الصعوبات اللي قاعد تلقى فيها، كي نحبوا نلقاو الحلول الجذريه. ملينا وكلينا من الوعود اللي ديما نلقاوها تعطي مدات محدد لكن مالوغزمون ما نوصلوش للحلول الجذريه باش نحلوا المشاكل هذه الكل. هذه ابسط حقوق العيش، كوننا نعيشوا في عيش كريم، والصحه هي تاج فوق رؤوس الاصحاء لا يعلمها الا المرضى. وفي كل حاجه ديما نقولوا الصحه راهي ديما بالمفهوم نتاعها الشامل، اذا كان ما تلقاش هذه الظروف متوفره ما تنجمش توفر سبل العيش السليم. وقت ما تحكيش على دستور يكفل حق المواطن في الصحه. مازلنا مواصلين معكم المشوار، تليفوناتكم على 70 035 120 والا 77 288 289. حاولوا ناخذوا الماكسيمم من التليفونات نتاعكم وتدخلاتكم في الموضوع هذا. مرحبا بالناس اللي التحقتوا بينا في الاستماع في سانتي 5.0. هكا نوصلوا معكم لنهاية المشوار في مختلف الفقرات الصحية اللي تنجم ما تهمكم. ان غون ميرسي لأحمد المخروفي في الإخراج التقني الحاصة، أحمد الشفار لأمن لكم الديجيتال، سينو زملائنا الكل اللي في الإعداد والتحضير للحصة هذه. شوي آخر في أقل من 4 دقائق تجيكم سوار بن حميدة قراءة في آخر الأخبار المحلية العالمية والجهوية. موعدنا يتجدد معكم في سانتي 5.0 بداية من نهار الاثنين في مختلف المواضيع الصحية. تستنفيكم برمجة على راديو الحياة فهم، خليكم برانشي على 90.9. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. مالا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا.